تم تجهيز عدة مرافق عمومية لمناطق الظل بأنظمة لتشغيل السخانات المائية بالطاقة الشمسية موجهة للمدارس الابتدائية، قاعات العلاج، وكذلك قطاع الشؤون الدينية، يعني تزويد المساجد بهذه الطاقة المتجددة. الشيء اللي لازم اليوم نبرزوه وهو الجهد اللي تقوم به الدولة في إطار الانتقال التقوي، وخاصة بالنسبة للمناطق النائية المعزولة والتي هي بعيدة على الشبكات، خاصة شبكات الغاز. و بهذا الصدد لازم كذلك نشجع الشباب في المناطق الظل لإنشاء مؤسسات مصغرة لترقية هذه الأنظمة وتوسيع استعمال الطاقة الشمسية وكذلك صيانة هذه الأجهزة.